اهلا بحضراتكم من جديد في الفقره الحواريه من برنامج الترند، اللي بالتاكيد هنتكلم فيها في جوانب متعلقه بناحيه تحليليه ورقميه وخبريه ايضا، وكواليس هامه جدا متعلقه بمباراه الاهلي والعين الاماراتي على كاس القارات الثلاث، افريقيا اسيا قاره اوكيانوسيا. متفقين من البدايه ما اسمهاش كاس الافر اسيوي، الموضوع مختلف تماما في تنظيم بطوله الانتر كونتيننتال تحت شعار الاتحاد الدولي فيفا. لذلك في البدايه برحب بضيفي في هذه الفقرة الأستاذ كريم سعيد، رئيس تحرير موقع يلا كورة والمحلل الرياضي، اللي هنتناول معاه ملفات مهمة جدا في هذه الفقرة. أستاذ كريم منور الدنيا. مساء الخير يا محمد، ومساء الخير لكل متابعي قناة النادي الأهلي، وألف مليون مبروك النيو لوك. الله يبارك فيك، أنا سعيد بوجودك معانا النهاردة. يمكن كريم يمكن في أول فقرة حوارية معانا في برنامج الترند، كنا دايما بنستمتع بوجوده في مداخلات هاتفية أو عبر السكايب، لكن النهارده هو موجود بنفسه، موجود معانا في الاستوديو. انا بتشرف طبعا معاك يا محمد، وحتى انا والله حتى انا وجودي هنا في قناه الاهلي من زمان كان اولها معاك انت في يعني في التجربه اللي كانت قبل التجربه الاخيره، ودايما بسعد بالتواجد معاك. الحمد لله على السلامه من الامارات. الله يسلمك، الله ربنا يخليك. طيب الفقره النهارده قلت فيها حاجات حصريه وخبريه مهمه جدا، بس محتاجين نبدا بخبر خاص وحصري لبرنامج الترند على شاشه قناه الاهلي. فاكرين الاسبوع اللي فات لما قلنا إن خلاص الفيفا استقر على تعيين طاقم تحكيم تركي وطاقم تحكيم إيطالي في مباراة الأهلي والعين الإماراتي، طاقم التركي لإدارة اللقاء وطاقم إيطالي على تقنية الفار. منذ قليل وصل لي خطاب رسمي بتعيين طواقم تحكيم هذا اللقاء اللي هيصل إن شاء الله مساء اليوم. قدامنا على الشاشة أهو طاقم تحكيم مباراة الأهلي والعين الإماراتي فقط وحصريا على شاشة قناة الأهلي. مباراة الأهلي والعين الإماراتي في استاد القاهرة الدولي يوم 29 أكتوبر الساعة 8 بالتوقيت المحلي. طاقم تركي بقيادة خليل ميلر أموت الحكم التركي هو اللي يدير هذا اللقاء، مع مساعد أول إبراهيم يوركان مساعد من تركيا مواطنه أيضا، مورات كوربي مساعد تاني، زوربي كويك هو الحكم الرابع التركي. على تقنية الفار أليخاندرو دي باولو حكم إيطالي، والإي فار حكم إيطالي أيضا ماركو دي باولو، ومراقب المباراة عمراني رحيلي من كندا، هو بالمناسبة كندا من كندا ومغربي الجنسية. يعني ده طاقم تحكيم اللقاء وطاقم الإيطالي اللي هيكون موجود على تقنية الفيديو. ماتش أوروبي بنكهة إفريقية وبنكهة أسيوية على أرض مصرية. أستاذ كريم نبدأ معاك أول توبيك أهو، تعيين رسمي لطاقم الحكام بخطاب من الاتحاد الدولي. طبعا اكيد محمد يعني لا غبار عليه في حده الانفرادات الخاصه بالفيفا والكاف، طبعا متعودين عليه في الفتره الاخيره، هو صاحب السبق في هذه الامور. وطبعا اكيد احنا بصراحه بنفرح ان احنا كمان عندنا القدره لوصول المعلومات دي، وانك تقدمها طبعا للساده المشاهدين والمتابعين ومحبي كره القدم، اكيد بتبقى خدمه ممتازه، ان اكيد كل الناس بتبقى مستنيه ماتش زي ده، اكيد اول مره يتلعب بالظروف دي يا محمد، وخصوصا كمان طبعا اكيد احنا بنتمنى كل المباريات الحاسمه ما يبقاش فيها اخطاء تحكيميه، وعايز بالزبط. والله بجد يعني استغل برضو الفرصه واوجه التحيه للكابتن امين عمر على المباراه الاخيره، مباراه النادي الاهلي ضد الزمالك، مباراه كانت عصيبه للغايه بكل امانه داخل الملعب. تعشت الاجواء هناك. بصراحه مباراه كانت عصيبه جدا 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 يعني، ولكن هو بصراحه ادارها باجاده وبصراحه وستايل بكل امانه، وكمان شخصيته انا اكتر حاجه عجبتني في امين عمر شخصيته داخل الملعب، شخصيته بصراحه كانت ممتازه، وواضح كمان هو يعني اكتسب خبرات كتيره، واتمنى اتمنى اتمنى الموسم الجاي ان شاء الله يبقى اداء الحكام بتوعنا افضل من الموسم الماضي، واكيد ان شاء الله نتمنى بقى طبعا بقى بالنسبه لمباراه الاهلي والعين ان شاء الله باذن الله ان طاقم التحكيم التركي يبقى في يومه برضو او كويسين، عشان بصراحه المباراه برضو انت فاهم مباراه كاس 90 دقيقه ما فيهاش مساحه للخطا، ما فيهاش مساحه ان احنا خد بالك الحكم ده كان ليه حاجات كتير في تركيا برضو. فاكر رئيس النادي التركي اللي نزل انقره جوجو واداله فاكر ده؟ يا خبر ابيض. نتمنى يكون هو اتضرب ظلم. انا مش فاكر الواقع بصراحه، بس اتمنى يكون اتضرب ظلم. الدوري التركي تم ايقاف الدوري حوالي 10 ايام، واعتقد رئيس النادي ده اتوقف مدى الحياه، ويمكن اتقبض عليه، والفيفا طلع بيان رسمي، قصه كانت حكايه كبيره في السنه اللي فاتت. طب احنا نتمنى يكون قدام الماضي. نتمنى طبعا نشوف طبعا طاقم التحكيم وكمان طاقم الفار، لكن طبعا احنا عارفين في الوقت الحالي برضو يا محمد حكام الفار ليهم دور مهم جدا 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 في الحالات الحاسمه، ونتمنى اكيد اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي، وبنرحب طبعا بضيوفنا فريق العين وكل كل مرافقه سواء من المسؤولين او من الجماهير باذن الله. يعني حكام من تركيا، الفار من ايطاليا، المخرج اجنبي، مصورين اجانب،
بقول لك نكهه اوروبيه على ارض مصريه ما بين بطل افريقيا وبطل اسيا. طيب ابدا معاك. نعم. انت كنت موجود في الامارات وعشت أيوة. احداث السوبر باجواءها. نعم. كلها. الاهلي مدى استفادته بالفوز بالسوبر والاجواء اللي كانت محيطه بالفريق قبل مباراه العين؟ شوف طبعا هو اكيد النادي الاهلي مع بدايه الموسم الحالي في وجهه نظري الشخصيه من متابعتي لمارسيل كولر والجهاز الفني، يعني النادي الاهلي في حقبه مارسيل كولر ما بيحبش يبدا الموسم بمباريات بطوله. دي بالنسبه لمارسيل كولر مش حلو، يعني هو ما بيحبش ده. يعني انا اشوف مارسيل كولر من المديرين الفنيين يا محمد اللي يحب يطلع السلم واحده واحده، هو دي ده اسلوبه، ده صحيح. اسلوب المديرين الفنيين على فكره الكبار. حتى يعني كنت بتكلم مع زميلنا محمود ابو الركب طبعا المعلق المشهور، كان بيقول لي جمله جميله جدا معلقه في دماغي، قال لي حتى قال لي يا كريم كلامك صح، لان في ايطاليا بيسموا دايما البطولات بدايه الموسم دي هي اللي هي بطولات اغسطس. الفرق الكبيره ما تحبهاش ليه؟ لان في بدايه الموسم انا عايز اعد اللعيبه بتاعتي عشان يكملوا معايا ويوصلوا للبيك بتاعهم في مع بدايه منتصف الموسم. يعني دايما الفرق الكبيره محمد بنشوف ان هي بتبدا تاخد الموسم تدريجي، خصوصا اللي بيلعب على ليفلز مختلفه او مستويات مختلفه، بيلعب محلي وقاري، ده صعب. ليه؟ انك بتلعب على عدد مباريات كبيره وبتلعب على مستويات مختلفه، فبالتالي انت مش عايز تطلع بالبيك بتاعك في البدايه. ليه؟ لان هيحصل انهيار. صحيح. فكل ما انت بتبدا البيك بتاعك متاخر شويه كل ما انت بتفضل مكمل لغايه نهايه الموسم. وبنشوف ده السيستم اللي بيمشي عليه ريال مدريد، السيستم اللي بيمشي عليه برشلونه، السيستم اللي بيمشي عليه مانشستر سيتي، بايرن، كل الفرق دي بتبدا تتدرج في مستوى لغايه لما توصل للاسابيع النهائيه او المباريات النهائيه في الموسم بتاعها في نهايه مايو او نهايه يونيو. وبالمناسبه يا كريم انت معايا اهو، ده جانب من تدريبات الاهلي منذ قليل، يمكن نعم. ده الجزء الاول من تدريب الاهلي اللي بدا حوالي الساعه 5:30. نعم. وبالتالي انا بشوف طبعا اكيد كانت البدايه مع السوبر الافريقي وتحقيق نتيجه سلبيه للنادي الاهلي، طبعا كانت نتيجه ايجابيه لنادي الزمالك، وبالتالي كان النادي الاهلي عنده اختبار قوي وشرس في الامارات للموسم الثاني على التوالي، وهي بطوله السوبر اللي بدات تتلعب من سيمي فاينل وفاينل. وبالتالي كان عنده بدايه من مباراه سيراميكا، المباراه كانت سهله خالص، كل من يعني شاف مباراه الاهلي وسيراميكا اكيد مباراه كانت صعبه، خصوصا فريق سيراميكا لعب ادى مباراه ممتازه، كابتن ايمن الرمادي عامل فريق كويس جدا جدا، ولكن كانت فرصه لمارسيل كولر انه يبدا يصحح بعض الاخطاء اللي حصلت في ماتش السوبر الافريقي. شفنا مباراه نادي الزمالك عكس عكاس خالص من مباراه السوبر الافريقي، النادي الاهلي كان واخد المبادره، النادي الاهلي واخد الضغط العالي، النادي الاهلي حارب نادي الزمالك من اهم نقطه عنده انه يلعب الكوره ناصر ماهر، شفناها جدا، كان ناصر ماهر متراقب بشكل قوي جدا 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 على عكس مباراه السوبر الافريقي، كان واضح ان في تصحيح للاخطاء اللي حصلت في مباراه السوبر الافريقي. ربما يعني خلينا اقول يعني ايه الحظ العثر اللي واجه لعيبه النادي الاهلي في الفينش في الشوط الاول بالذات بصراحه. يعني ثلاث فرص بصراحه، فرصتين طبعا بتوع حسين الشحات ووسام، وكمان الفاول بتاع يحيى عطيه الله كان باد لك شديد جدا. اعتقد النادي الاهلي لو كان بادر بالتسجيل كانت ممكن المباراه تاخد شكل مختلف، ولكن يبقى برضو ما زال احنا لسه عندنا بعض علامات استفهام على الجانب البدني عند لعيبه النادي الاهلي، خصوصا طبعا احنا شفنا الشوط الثاني برضو مختلف والاوقات الاضافيه الدنيا بتقل شويه. طيب في فرق اكيد في المستوى. نعم. ما بين مباريات السوبر مع سيراميكا ومع الزمالك ومواجهه العين. طبعا شايف مواجهه العين ازاي؟ طبعا لاعب مختلف، عشان برضو دي نقطه مهمه جدا جدا عايزين نفهمها للساده المشاهدين. يا جماعه الكوره انت ممكن تكون بتشوف النتائج لكن اسلوب اللعب نفسه مختلف. حامل لقب دوري ابطال اسيا واللي قدم السنه اللي فاتت بمستوى اكثر من رائع في خلال ثلاث مباريات بس يا محمد، ثلاث مباريات استقبلت شباكه 10 اهداف وخد نقطه واحده من ثلاث مباريات. بالظبط 10 اهداف في ثلاث مباريات. النادي العين حقيقه امانه بيمر بمرحله صعبه جدا مع هيرنان كريسبو، طبعا هيرنان كريسبو طبعا احنا عارفينه يعني وهنتكلم عليه اكيد يعني. طيب لسه عندنا تفاصيل اكتر ولسه عندنا ارقام واحصائيات خاصه بالعين، عدد الاجانب الموجودين في الفريق، يعني في عدد كبير جدا طبقا للوائح هناك في الاتحاد الاماراتي، كل ده ولكن بعد الفصل. طيب كنا بنتكلم على هيرنان كريسبو المدير الفني الارجنتيني لفريق العين الاماراتي، وكريسبو من الجيل الذهبي للارجنتين في كاس العالم 98 و2002، اسم كبير يا كريم، وحاليا هو بيقود فريق العين. اكيد طبعا، وكمان هيرنان كريسبو قدر السنه اللي فاتت يصنع لنفسه اسم كبير جدا جدا في الاداره الفنيه بعد ما قاد العين للقب دوري ابطال اسيا، مش بس الفوز باللقب ولكن
المباريات اللي قدمها سواء في السيمي فاينل قدام الهلال ذهابا وايابا او حتى في المباراه النهائيه قدام اوراوا ريدز. فبالتالي اكيد هو يعني عمل فريم كويس، بس السنه دي الفريق فعلا متخبط للغايه. عايز اقول لك يا محمد رقم خطير جدا عند العين السنه دي. العين الموسم ده لعب 3 بطولات، لعب الدوري الاماراتي، كاس الامارات، ولعب كمان دوري ابطال اسيا. تخيل لعب 12 مباراه، مباراه واحده بس فيهم كلين شيت، مباراه واحده خرج بس، واحده بس، مباراه وحيده فقط من ال 12 خرج منها بشباك نظيف. 11 مباراه تلقت شباكه اهداف. بالتالي احنا امام فريق اكيد 1000000% عنده مشكله في حته الدفاع. طيب هل النقطه دي تخلينا احنا بقى نخش المباراه واحنا يعني مرتاحين؟ لا طبعا. ليه؟ نرجع للنقطه الاولى اللي بداناها واحنا بنتكلم على اختلاف اسلوب اللعب. اسلوب اللعب الاسيوي مختلف تماما، والاماراتي مختلف تماما عن اسلوب اللعب انت بتلعبه هنا في افريقيا كمان. طبعا انت بتلعب مع ناس ما بقولش هم اصعب او اسهل، هم مختلفين. مش اسلوب لعبك، مش اسلوب لعب انت متعود عليه. وبالتالي انت لازم، نقطه مهمه جدا يعني لازم نحط ايدنا عليها، وهي زي ما انت مش عارف اسلوب لعبهم، هم برضو مش متعودين على اسلوب لعبك. وده شفنا مثلا النادي الاهلي لما جه بيلاعب اتحاد جده السعوديه. تعال نفتكر المباراه دي يا محمد، كانت في كاس عالم انديه. المباراه دي على وجه التحديد النادي الاهلي ما كانش فيفورت فيها على فكره. المباراه دي مباراه الاتحاد السعودي، النادي الاهلي كان هو الطرف اللي ربما الاتحاد السعودي بوجود كريم بنزيما في مركز المهاجم الصريح والفريق كانتيو والفرقه يعني فرقه البلاي ستيشن اللي احنا رحنا نلعبها دي، بصراحه الفرقه دي كانت هي مرشحه للانتصار على النادي الاهلي. صحيح. لكن لما المباراه بدات مع اول بعد مرور 10 دقائق بدا لاعبي اتحاد جده يقول لك لا احنا مش عارفين نلعب الاهلي. الاهلي بيمارس ضغط عالي، منحهم التمرير، الهجمات المرتده، اسلوب لعب هم مش متعودين عليه بالظبط. والهجمات المرتده بتاعت الاهلي خطيره جدا. بداوا كمان هم كمان الاهلي بيرفع الريتم. الاهلي ساعتها في الوقت ده كان بيرفع ريتم الماتش، مش زي دلوقتي بنخلص الشوط الاول وفي الشوط الثاني بنرتاح. وبالتالي انت عايز في الوقت الحالي ان انت مع العين الاماراتي ان انت تفاجئه باسلوب لعبك مع التركيز الشديد 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 مع سفيان رحيمي اللي رغم كل ده هو ما زال هداف الفريق في دوري اسيا. هو ولا باكوتشي؟ لاباكوجو طبعا كان لاباكوجو هو هداف الفريق في الدوري. في الدوري في الدوري عنده 4 اهداف. سفيان رحيمي هو هداف الفريق في دوري اسيا. والغريب ان لاباكوجو في المباراه الاخيره كان بديل، يعني هو كان بديل مع هيرنان كريسبو، كان قاعد جنبه على الدكه، ما لعبش اساسي قدام الهلال ونزل كبديل في الشوط الثاني. عندك بندر محمد وكاكو وماتياس بالاسيوس. طبعا الاثنين بالاسيوس وكاكو. كاكو طبعا من باراجواي وبالاسيوس من الارجنتين. كاكو طبعا لعيب كبير في السن شويه، من كام 30 سنه. بلاسيوس هو في وجهه نظري اللي بيعمل الازمه مع سفيان رحيم. بلاسيوس ربما يكون على السكور شيت هو بيلعب جناح ايسر، لكن في الحز... في انك تحافظ على لقبك في دوري ابطال اسيا صعب. طيب حظوظك بقى في الدوري المحلي انك تترشح من مركز مؤهل لدوري ابطال اسيا السنه الجايه صعب، لان انت فعلا بعيد، محتاج ان انت تعمل ريمونتادا في الجدول. انت فعلا بعيد وعندك كمان في فرق ماشيه بشكل كويس زي الشارقه. كنت بتكلم مع زمايلنا لما كنا في الامارات، زمايلنا الصحفيين بيغطوا الدوري الاماراتي بيقولوا لي الشارقه السنه دي عاملين موسم رائع، وكمان يعني عاملين صفقات كويسه جدا، والفريق قوي، الفريق في الملعب فعلا قوي، وبينافسوا المنافس الاساسي له هو الشباب اهلي دبي. وبالتالي العين بعيد شويه. طيب يبقى انت النهارده محتاج ايه؟ انت محتاج النهارده انت بقى كنادي اهلي انك محتاج تستغل هذه المباراه دي. في وجهه نظر محمد، وجهه نظري يجب ان تسرع من استغلال الوقت قبل ما العين يفهم الاجواء والدنيا وسيناريو الماتش هيمشي ازاي واسلوب لعب الاهلي في الملعب. يعني سيبك انت تتفرج على الاهلي في التلفزيون حاجه وتنزل تلعبه حاجه ثانيه. ما تنزل تلعب لازم ما ياخدش الوقت انه يفهم، لازم بسرعه 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 تفرض سيطرتك على المباراه. ده اكيد اكيد هيخلي العين في دايما موقف الدفاع. طيب. النفس سؤالين بسرعه عشان وقت للاسف جري معاك بسرعه. اتفضل. تتوقع المباراه توصل اكسترا تايم؟ ان شاء الله لا. ان شاء الله لا. احنا مستحملين عشان الناحيه البدنيه كمان. المتفرجين مش مستحملين بصراحه. طيب الحاجه الثانيه، مين من لعيبه الاهلي ممكن هو اللي يصنع الفارق في المباراه دي؟ شباب ولا خبرات؟ والله بص بكل امانه هو ياما خد نقد شديد. انا اشوف الفتره الحاليه طاهر محمد طاهر مادي فتره
جيده جدا مع النادي الاهلي. بشوف طاهر بصراحه الفتره الحاليه عامل مستوى جيد، بشوف بكل امانه النادي الاهلي لسه بيدور العجله شوية بس شوية. بالظبط، بس ان شاء الله اتمنى بكل امانه، انا يعني متعاطف جدا مع طاهر محمد طاهر، وشايف ان هو بيأدي وما بيتكلمش وبيستمع ومتقبل جدا لاي وجهات نظر، فاتمنى ربنا يوفقه في المباراه دي، اكيد هتتكتب في تاريخه زي ما جاب السكيت جاب الهدف في ماتش الرجاء الشهير. طيب واحنا بنختم معاك محتاجين نشوف في المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، وطالبنا من كل الساده المشاهدين يشاركوا معانا في الاجابه على سؤال: هل تتوقع احداث تعديل على تشكيل الاهلي في مباراه العين بالمقارنه بتشكيل الاهلي في مباراه الزمالك؟ تعالوا نشوف كده تعليقات الجماهير معانا على الشاشه عشان نبدا نشوف التعليقات. وكريم معايا بالتاكيد. اسلام عادل بيقول: انا في رايي التشكيل لعب بيه مارسيل كولر، محمد الشناوي، اشرف داري، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، يحيى عطيه الله، مروان عطيه، كوكا، عاشور، الشحات، رضا سليم، كهربا. طيب هو شايف ان كهربا يبدا. محمد عبد الله قال: بكل تاكيد وسوف يبدا ببيرسي تاو مكان طاهر ومروان وامام واكرم في نص الملعب، يحيى وكوكا وياسر وربيعه والشناوي وسام. يعني انا شايفه في تعديل. ناخد راي تاني. احمد سعيد بيقول: مصطفى، رامي، ياسر، كمال، يحيى، اكرم، مروان، افشه، امام، الشحات، وسام، والحمد لله على نعمة ربنا ثم أعيشها للأهلي، أهلاوي الفخر ليا، ده نادي القرن هو نادي. في تعليقات تاني معايا: هيحصل تعديل للأطراف وممكن عمر كمال مكان أكرم وأكرم يلعب بجوار مروان. يعني آخر تعليق كمان محمود بيقول: أتوقع شنو، رامي، ياسر، كمال، يحيى، أكرم، مروان، أفشة، إمام، الشحات، وسام. يعني التعليقات كلها شايفة هيحصل تعديل. كريم سريعا، في تعديل ولا نفس التشكيل؟ لا اعتقد نفس التشكيل، لعب بمباراه نفس التشكيل. نفس التشكيل. طيب كريم شايف تعليقات او رايه مختلف تماما عن راي الناس اللي شاركت معانا. عموما يوم الثلاث هنعرف التشكيل اللي ممكن يلعب بيه كولر، وفي النهايه ايا كان التشكيل اي 11 راجل هيبداوا المباراه ربنا يكرمهم ويوفقهم ويحسموا المباراه، لانها مباراه صعبه جدا على الاهلي وعلى العين. في الختام انا بشكرك يا كريم، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا يا محمد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليك. وفي الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد على شاشه قناه الاهلي في برنامج الترند.